السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة بي بروفيشنال. فيديو اليوم سنحاول من خلاله توضيح كيفية يمكن معرفة أو الكيفية التي من خلالها يمكننا معرفة منظمة وحاسوبنا يشتغل. نبدأ على بركة الله ونذهب إلى ونبدأ بالضغط على دماغي، ثم نقوم بالبحث على run بالنسبة لويندوز بالإنجليزية و execute بالنسبة لويندوز بالفرنسية. نقوم بالبحث على run وبعد ذلك سوف نضغط على run، ثم نقوم بالبحث على هذه الكوموند التي وهي cmd التي تعني كوموند، ثم نضغط على OK. بعد ذلك ستظهر لنا نافذة سوداء والتي من خلالها سوف نبحث أو سوف نقوم بالبحث على هذه الكوموند التي وهي net statistics work station، ثم نضغط على entry وبعدها سوف تظهر لنا بالتحديد أو تحديدا منذ متى وحاسوبنا يشتغل. يوم 23 شهر 7 2014 على الساعة 4:16:56. شكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.